أهلا بكم أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في حلقة جديدة من مادة الأحياء. عزيزي الطالب، قد تشاهد توأمين يصعب عليك أن تفرق بينهم. ستلاحظ حينئذ أن اختلاف أشكال الإنسان وألوانهم وأيضا أصواتهم هي نعمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. حتى تعرف سبب هذا الاختلاف وتعرف المزيد عن ذلك تابعوني، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر. في هذه الحلقة سنعرف سبب اختلافات بسيطة في الكائنات الحية أو في البشر عامة. ستشاهد أن هناك اختلافات نستطيع من خلالها التمييز بين بعضنا البعض، وأيضا هي نعمة من الله عز وجل. سنتحدث في هذه الحلقة عن الوراثة الكمية، تابعوني. أعلن عالم البيولوجيا الألماني كولر ويرتر أنه لم يستطع تفسير ما لاحظه من نتائج عندما كان يجري تزاوجاً بين سلالات طويلة الساق وأخرى قصيرة الساق من نبات الدخان، فقد لاحظ أن الأفراد الناتجة من التزاوج تكون متوسطة الطول في الجيل الأول، أما في الجيل الثاني فلاحظ تنوعاً متدرجاً في الطول، طويل، أقصر قليلاً، متوسط، دون المتوسط وقصير. سؤالي الآن، ما السبب من تعجب هذا العالم؟ نحن سبق ودرسنا قوانين مندل، وكنا عندما ندرس نبات طويل وآخر قصير كان أفراد الجيل الأول، إذا كان نبات الطويل سائد نقي تكون أفراد الجيل الأول جميعها طويل. وماذا يحدث عند تزاوج أفراد الجيل الأول مع بعضهم البعض؟ هل تستطيع أن تتذكر؟ ممتاز، كان ينتج نسبة 3:1 طويل إلى قصير. لكن هل سبق وسمعت أن هناك كان تدرج في الطول في نبات البازلاء؟ لم يسبق أن سمعنا. لهذا هذا العالم استغرب، بدأ يفكر وبدأ يشاهد أن هناك مشكلة وقع فيها. لاحظ أن هناك شيء غريب حدث، حدوث تزاوج بين نبات طويل وآخر قصير في نبات آخر هو نبات الدخان. لاحظ أن أفراد الجيل الأول جميعهم ذا طول متوسط، فاستغرب. وبعد أن أجرى تلقيحاً خلطياً بين نباتات الجيل الأول لاحظ أن أفراد الجيل الثاني أطوالهم مختلفة متدرجة في الطول. جعل هذا العالم يفكر ويتدبر، بدأ يشاهد ما هي المشكلة الآن. مندل عندما اختفت الصفة من الجيل الأول، الصفة المتنحية اختفت من الجيل الأول وظهرت في الجيل الثاني، هنا قال مندل أن لكل صفة وراثية عاملان وراثيان ينعزلان عند تكوين الأمشاج. لهذا هو فسر اختفاء الصفة المتنحية في الجيل الأول وظهورها في الجيل الثاني. الآن هذا العالم استغرب، قال أنني ظهر لدي صفات لم تكن أصلاً موجودة، هناك اختلاف في الأطوال وظهور أصلاً أطوال لم تكن موجودة، ما السبب؟ إذا كان هذه الصفة يحكمها أليلين فقط لما حدث ذلك، إذن هناك صفات يحكمها أكثر من أليلين. نشاهد الآن، بقيت مثل هذه الحالات دون تفسير إلى أن نشطت الأبحاث الوراثية ووجد أن بعض الصفات الوراثية تخضع لتأثير أكثر من زوج من الجينات، وليس هناك سيادة لجين معين فيها، والجينات جميعها تسهم في إظهار الصفة، وقد سميت حالة التوارث هذه بالوراثة الكمية، أي أن هذه الصفة يحكمها أكثر من أليلين، أكثر من جينين.
كيف ذلك؟ شاهد معي في هذه الحلقة. دراسة توارث لون الجلد في الإنسان. هناك زوجان من الجينات تتحكم بوراثة لون البشر أو لون البشرة في الإنسان، وهي جميعها تحدد مقدار صبغة الميلانين في الجلد. حتى لو لاحظت عندما أقول شخص أسمر، قد يطرأ في ذهنك أي سمرة؟ هل هو أسمر غامق أم أسمر فاتح؟ عندما تقول شخص أبيض، أيضا هناك تدرج في نسبة البياض من شخص لآخر. هذا كله لأن صفة لون البشرة في الإنسان يحكمها أكثر من جينين، أكثر من ذلك. سنلاحظ الآن. شاهد الآن رجل أبيض، تركيبه الجيني لاحظ A small A small B small B small. امرأة سوداء A capital A capital B capital B capital. ماذا تشاهد؟ هناك أربع أليلات تحكم صفة واحدة، وهي صفة لون البشرة في الإنسان. ركز أنني أقول بأن الرجل الأبيض تركيبه الجيني A small A small B small B small، واللون الأسود في الإمرأة يحكمها الجينات هي A capital A capital B capital B capital. سؤالي لك الآن عزيزي الطالب، كيف ستوزع الأمشاج؟ حاول أن تفكر. ممتاز، أنا أجزم بأنك عرفت الآن كيف توزع الأمشاج. سنلاحظ أن في المرة الأولى الـ A small سيتحد مع الـ B small، ومرة الـ A small الأول أيضا سيتحد مع الـ B small الثاني. في المشيج الثالث الـ A small الثاني يتحد مع الـ B small الأول، والمشيج الرابع الـ A small الثاني يتحد مع الـ B small الثاني. ممتازين، نلاحظ أيضا بالإمرأة السوداء سنلاحظ أيضا الأمشاج A capital B capital A capital B capital الآخر. نشاهد أيضا في الرجل الأسود A small B small كما اتفقنا. إذا هناك أربع أمشاج متشابهة في الرجل الأبيض A small B small، أربع أمشاج متشابهة في الإمرأة السوداء A capital B capital. إذا نلاحظ أن أفراد الجيل الأول جميعهم A capital A small B capital B small، وهو لون يسمى أسمر ضارب للصفرة. إذا أفراد الجيل الأول 100% تركيبهم الجيني A capital A small B capital B small، يسمى هذا اللون أسمر ضارب للصفرة. أي أن وراثة لون البشرة في الإنسان يتحكم بها زوجان من الجينات وليس زوج واحد، وهي جميعها تحدد صبغة الميلانين في الجلد. لاحظ الزوجان A capital A capital في اللون الأسود B capital B capital، في اللون الأبيض A small A small B small B small. ماذا لو زوجت فردين يحملون نفس اللون أسمر ضارب للصفرة؟ ما هو تركيبهم الجيني كما سبق ودرسنا؟ ممتاز A capital A small B capital B small. ماذا لو زوجت رجل أسمر ضارب للصفرة مع امرأة سمراء ضاربة للصفرة؟ حاول أن توزع الأمشاج الآن، ما رأيك؟ هيا معا شاهد الأمشاج A capital B capital A capital B small. إذا مرة الـ A capital يحمل يرتبط مع الـ A capital مع الـ B capital، ومرة الـ A capital مع الـ B small. شاهد الآن دور الـ A small، في المرة الأولى A small B capital، في المرة الثانية A small B small، وهذا بالتأكيد ينطبق على الآخر لأنه نفس التركيب الجيني. إذا نفس الأمشاج A capital B capital A capital B small A small B capital A small B small. باعتقادك الآن الترتيب الأبناء، ما هي الصفات الظاهرية للأبناء؟ شاهد معي الآن. احتمالات أبناء الجيل الناتجة لرجل وامرأة لهما نفس التركيب الجيني A capital A small B capital B small أسمر ضارب للصفرة، ما هي احتمالات أبنائهم الآن؟ نشاهد. الجدول يوضح احتمالات أبناء الجيل الأول لرجل وامرأة لهما نفس التركيب الجيني وهو A capital A small B capital B small. شاهد الآن الاحتمالات.
أول احتمال A capital A capital B capital B capital، وسبق ودرسنا بأن هذا التركيب الجيني يعني أن الرجل أسود. A capital A capital B capital B small، وهناك تركيب آخر A capital A small B capital B capital. هذا التركيب يسمى الشخص الذي يحمل هذا التركيب بالشخص الأسمر. شاهد الآن التركيب الذي ظهر آخر، ظهر A capital A capital B small B small، وظهر A capital A small B capital B small، ظهر أيضا A small A small B capital B capital، ويسمى هذا التركيب أسمر ضارب للصفرة. لاحظ الآن التركيب جديد ظهر A small A small B capital B small، وظهر أيضا A capital A small B small B small، وهذا التركيب يطلق عليه اللون الحنطي. أيضا نلاحظ ظهر A small A small B small B small، وسبق ودرسنا بأن هذا التركيب يرمز للون الأبيض في الإنسان. إذا ظهرت خمس تراكيب مختلفة، خمسة ألوان مختلفة في أفراد الجيل الثاني. أنا سأعطيك طريقة الآن لحفظ هذه التراكيب مع ألوانها. شاهد الآن يدي أسود، أسمر، أسمر ضارب للصفرة، حنطي، أبيض. سؤالك الآن لي أنت عزيز الطالب، ما سر هذه الحركة؟ عندما أقول أسود أي أن الأربع تراكيب له كلها كابيتال، A capital A capital B capital B capital، هذا هو الأسود. لكن عندما أقول الآن أسمر فأحد هذه الأربعة small letter، فإما أن يكون A capital A small B capital B capital أو A capital A capital B capital B small. أعتقد الآن واضح. عندما أقول الآن أسمر ضارب للصفرة فإنه يحتوي على تراكيب بها اثنان منهم small letter، فأقول A capital A small B capital B small أو A small A small B capital B capital أو A capital A capital B small B small. واضح الآن؟ طيب نلاحظ الآن التركيب الثالث الرابع، سيكون اللون الحنطي. باعتقادك كم تركيب بهم small letter؟ ممتاز، عدد الأصابع ثلاثة. سنشاهد الآن A capital A small B small B small أو A small A small B capital B small. هل هناك تركيب آخر؟ ممتاز، لا يوجد. التركيب الرابع اللون الرابع الأبيض، الأربع تراكيب small letter، وكما درسنا A small A small B small B small. أتمنى أن يكون واضح الآن وبالسهولة تستطيع أن تحفظه عزيزي الطالب. ما رأيك بمراجعة ما تم دراسته؟ نشاهد، اختر الإجابة الصحيحة للعبارة التالية. أي الحالات الوراثية التالية تعتبر مثالاً للوراثة الكمية؟ 1- لون أزهار نبات حنك السبع. باعتقادك عزيز الطالب الحالة التي درسناها في دراسة الصفات في نبات حنك السبع، ما كان اسم الحالة؟ ممتاز، كانت السيادة الغير التامة. شاهد 2 الآن، القرون عند أغنام الرمبوي، ما هي الحالة؟ ممتاز، كانت السيادة المحددة بالجنس. عدم تكون الكلوروفيل في النبات، هل تتذكر اسم الحالة؟ ممتاز، كانت الجينات القاتلة. إذن رقم 4 هو لون جلد الإنسان، لا توجد إجابة غير ذلك. ممتاز، إذن هي الإجابة لون جلد الإنسان. اكتب المصطلح العلمي المناسب، التركيب الجيني لرجل لون جلده أسمر ضارب للصفرة. عندما تشاهد هذا السؤال لا تستغرب وتخاف، تذكر ما سبق ودرسناه. 0 1 2 3 4، أسود، أسمر، أسمر ضارب للصفرة. إذن التركيب الجيني هو يتركب من 4 أحرف، 2 منهم يكون small letter، فبالتأكيد أسمر ضارب للصفرة سيكون التركيب الجيني A capital A small B capital B small فقط، أم هناك تراكيب أخرى؟ ممتاز، هناك تركيبين آخرين لم أذكرهم، حاول أن تتذكرهم. ممتاز، A small A small B capital B capital أو A capital A capital B small B small. ممتازين. شاهد الآن السؤال التالي، علل ما يلي تعليلاً علمياً دقيقاً. لاحظ الآن السؤال، وراثة طول ساق نبات الدخان وراثة كمية. باعتقادك الآن عزيز الطالب،
هل تستطيع أن تقول سبب اعتبار دراسة طول نبات الدخان وراثة كمية؟ ممتاز، لأن يحكمها أكثر من جينين، وهذين الجينات يتحكمون في ظهور الصفة، لا يسود أحدهما على الآخر، لكل منها تأثيره على ظهور الصفة. شاهد الآن، لأن هذه الصفة تخضع لتأثير أكثر من زوج من الجينات، وليس هناك سيادة لجين معين فيها، وهذه الجينات تسهم جميعها في إظهار الصفة. وكما اتفقنا سابقا، لا توجد سيادة جين على آخر. لو كان هناك سيادة جين على آخر لبرز صفة الجين السائد، ولكن نشاهد أن هناك تظهر صفات لم تكن ظاهرة، صفات متدرجة في الطول، طويل، أقصر قليلا، متوسط، قصير، وهكذا. تدرج الصفات يدل على أنها يحكمها أكثر من زوج من الجينات، وهذه جميعها تؤثر في ظهور الصفة، تؤثر في ظهور تدرج الصفات الظاهرة لدينا في نبات الدخان. لاحظ الآن السؤال الثاني، عند تهجين سلالة طويلة الساق من نبات دخان مع سلالة قصيرة الساق، ينتج الجيل الثاني متدرجا في الطول، طويل، أقصر قليلا، متوسط، دون المتوسط، وقصير. الآن أنا سؤالي، عندما أزاوج نبات الدخان طويل مع قصير، أتكلم عن أفراد الجيل الأول، باعتقادك كيف سيظهر أو مظهر أفراد الجيل الأول؟ ممتاز، سيظهر جهة وسط، ستظهر ذا طول متوسط. لكن الجيل الثاني، أنا أقصد عند تزاوج فردين من أفراد الجيل الأول، متوسط مع متوسط، بالتأكيد سيظهر لي تدرج في الصفات، والسبب يرجع أن هذه الصفة يحكمها أكثر من زوج من الجينات كما قلنا سابقا، لا يسود أحدهما على الآخر، لكن كل منهما يبدي تأثيره في إظهار الصفة، لذلك تظهر هذه التدرج في الصفات الموجودة في الطول في نبات الدخان. نلاحظ، لأن صفة الطول في نبات الدخان تخضع لأكثر من زوج من الجينات، تشترك في إظهار الصفة دون أن يسود أحدهما على الآخر. وسبق وشرحنا، عند سيادة أحد هذه الجينات على الآخر سيظهر أفراد تحمل الصفة السائدة، لكن نشاهد أن ظهر صفات عديدة متدرجة لم تظهر الصفة السائدة، وبالتالي هذا دليل على أن لا يسود أي منهما على الآخر، لكل منهما تأثيره في إظهار هذه الصفة. التعليل الثالث، يختلف توارث صفة الطول في الإنسان عن توارث صفة الطول في البازلاء. هل تستطيع أن تستنتج الإجابة؟ ممتاز، بالتأكيد أنا أجزم بأنك تستطيع. عندما درسنا صفة الطول في البازلاء، كنا ندرس بأن يحكمها جينين يسود أحدهما على الآخر، جين سائد وجين متنحي. لكن عندما أدرس صفة الطول في الإنسان، هل تشاهد أن الناس في البشر إما طويل أو قصير؟ بالتأكيد لا، هناك تدرج في الطول، هناك طويل، هناك أقصر قليلا، هناك متوسط الطول، وهكذا. التدرج هذا يعني أن صفة الطول في الإنسان يحكمها أكثر من زوج من الجينات. وسؤالي الآخر، هل يسود أحدهما على الآخر؟ بالتأكيد لا، لو كان أحدهما يسود على الآخر لبرزت الصفة السائدة، لكن يحكمها أكثر من زوج من الجينات، لكل منهم تأثيره في إظهار الصفة في الإنسان، لذلك يظهر التدرج في الصفات والاختلافات. لاحظ الآن، لأن الطول في الإنسان يحكمه زوجان من الجينات جميعها تشترك في إظهار الصفة، فيظهر الطول المتدرج، يظهر لي طويل، أقصر قليلاً، متوسط، دون المتوسط، والقصير. أما الطول في نبات البازلاء يحكمه زوج واحد فقط، فيكون الطراز المظهري طويل أم قصير كما سبق وشرحناه في قوانين مندل. هل يعني ذلك أن قوانين مندل خاطئة؟ بالتأكيد هي صحيحة 100%. هناك صفات يحكمها زوج من الجينات، هناك صفات أخرى من خلق الله يحكمها أكثر
من زوج من الجينات لحكمة من الله عز وجل حتى تختلف هذه الصفات وتتنوع في أفراد الجيل. قارن بين كل من تعدد البدائل والوراثة الكمية من حيث التعريف. هل تستطيع أن تتذكر ماذا كنا نقصد في تعدد البدائل؟ ممتاز، كنا نقصد أن الموقع الواحد في الكروموسوم قد يحل محله أكثر من زوج من الجينات أو أكثر من نوع من الجين. إحنا سبق ودرسنا في قوانين مندل أن الموقع المعين في الجين قد يحكمه إما مثلاً A capital أو A small، ولكن في تعدد البدائل ومتى درسناها؟ عندما درسنا ممتاز توارث فصائل الدم، كنا نقول نفس الموقع قد يحله أكثر من جين، قد يكون الـ A، قد يكون الـ B، قد يكون الـ O. إذن تعدد البدائل هي الحالة التي تشغل الموقع الكروموسومي نفسه أكثر من جين بديل للصفة الوراثية الواحدة، بينما الوراثة الكمية كما قلنا الآن هي الحالة الوراثية التي تخضع لتأثير أكثر من زوج من الجينات، وليس هناك سيادة لجين معين منها والجينات جميعها تسهم في إظهار الصفة الوراثية. مثال في الإنسان عندما درسنا تعدد البدائل، هل تستطيع أن تتذكر؟ ممتاز، كانت دراسة فصائل الدم. وعندما أدرس الآن الوراثة الكمية، هل تستطيع أن تقول لي بعض الصفات الموجودة في الإنسان يحكمها الوراثة الكمية؟ ممتاز، يحكمها لون الجلد في الإنسان، أيضا صفة الطول في الإنسان يحكمها أيضا الوراثة الكمية. من دراسة توارث صفة لون الجلد في الإنسان، وفي حالة تزاوج رجل وامرأة لهما التركيب الجيني نفسه جميعهم A capital A small B capital B small كالمبين في المخطط. لاحظ الآن المخطط، لاحظ الآن زوجنا أنثى A capital A small B capital B small وزعنا الأمشاج، ذكر A capital A small B capital B small نفس التركيب الجيني وزعنا الأمشاج، لكن نلاحظ الآن أن هناك مشيج مختفي مجهول. سؤال مرة أخرى، أكمل الناقص في الرسم من حيث توزيع الأمشاج. المشيج رقم واحد مجهول في الذكر، هل تستطيع عزيزي الطالب أن تستنتج الرمز هذا المشيج أو ما يحمله من جينات؟ ممتاز، لاحظ الآن لقد زوجت A capital B small A small B capital A small B small، أنا وزعت الA small كاملة، الA small مرة مع الB capital والA small مرة أخرى مع الB small، لكن الخلل الآن مفقود في الA capital A capital B small، ما الذي نفقده الآن؟ ما الذي ينقص الأمشاج؟ ممتاز، ينقصها A capital B capital، ممتاز A capital B capital. ما نوع الحالة الوراثية السابقة من خلال الرموز؟ هل تستطيع أن تقول لي الآن ما نوع هذه الحالة؟ ممتاز، هي حالة وراثة كمية أو تراكم جينات. السبب في ذلك أن هذه الصفة يحكمها أكثر من زوج من الجينات، يحكمها A والB أيضا، A capital مثلا على سبيل المثال A capital A capital B capital B capital. من خلال الشرح الذي أمامك الآن نلاحظ أن هذه الصفة يحكمها A capital A small B capital B small. ما احتمالات التركيب الجيني والمظهري للأفراد الناتجة من تلقيح حيوان منوي رقم 2 لبويضات المرأة؟ رقم 2 ما هو رمزه؟ لاحظ A capital B small. عندما يتم تلقيح هذا الحيوان المنوي بهذه البويضات، ما هي الاحتمالات تركيب مظهري والجين للأفراد الناتجة؟ سنلاحظ الآن ما يلي. في المشيج الأول A capital A small B small B small، المشيج الثاني سيكون الفرد الناتج A capital A small B capital B small، الفرد الرابع A capital A capital B small B small، الفرد الرابع سيكون A capital A capital B capital B small. هذه تراكيب جينية الآن، هل أستطيع أن أقول ما هو التركيب المظهري من خلال الرموز؟ وكما تذكرنا 0 1 2 3 4، هل تستطيع أن تستنتج الآن؟ لاحظ A capital A small B small B small، كم رمز small؟
كابيتال هنا ثلاث رموز سمول كابيتال، هل تستطيع أن تستنتج الآن اللون المظهري؟ ممتاز، سيكون اللون الحنطي. إذا حنطي 25% حنطي. لاحظ الآن A capital A small B capital B small، كم رمز small letter عندي؟ رمزين small letter. باعتقادك ما هو التركيب المظهري؟ ممتاز، سيكون أسمر ضارب للصفرة 50%، لأن الرمز الآخر الذي يليه A capital A capital B small B small أيضا هناك رمزين A، رمزين سيكون فيهم small letter. إذا 50% أسمر ضارب للصفرة. التركيب الأخير A capital A capital B capital B small، هناك رمز واحد فقط هو small letter، سيكون ممتاز، سيكون اللون الأسمر. إذا أسمر 25%. إذا مرة أخرى 25% حنطي، 50% أسمر ضارب للصفرة، 25% أسمر. إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم والتي تحدثنا فيها عن الوراثة الكمية، وأذكر بأنني لما أتحدث عن الوراثة الكمية أتحدث عن صفات تحكمها أكثر من زوج من الجينات، لا يسود أحدهما على الآخر، لكل منهم تأثيره في إظهار الصفة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله، ومع السلامة.